السلام عليكم، وياكم نور الدين. عندنا محاضرة الباراسيتولوجيا الرابعة اللي هي فلاجيليت. احنا اخذنا بالمحاضرة السابقة انه عندك فلاجيليت تصيب الانتستن والاورال والجينيتال تراكت. شرحت لكم اياها بديش المحاضرة اللي هي تريكوموناس. هسه حشرح لكم الهيموفلاجيليت اللي هي الليشمانيا والتريبنوسوما. الليشمانيا هي كل الشائعة بالعراق، هي اندميك بالعراق. التريبنوسوما از نوت فيري ماتش، يعني موجودة بس بال يعني بالبرازيل وما برازيل هالمناطق يعني، بس استرح نعالج عليها بالنهاية. شوف، نبدأ بالأول أو نحن نوضح أنه different stage of hemoflagellates. أكو أماستيغوت، بروماستيغوت، أبيماستيغوت وتربروماستيغوت. الأماستيغوت والبروماستيغوت هذني فقط بالليشمانيا، أما الأبي والتربو هي بالتريبنوسوما. أوكي، يعني حق بعدين نحش نحن نقول لك إنه الأماستيغوت ما بيها يسمون الفلاجيليت، ما بيها فلاجيلا ابد، لهذا يسمون اماستيغوت. ماستيغوت يعني عندها فلاجيلا. تحتوي على سنترال نيوكليوس وذ كاينتوبلاست. ذيس از كاينتوبلاست، هذا شايف هذا غير راح بغير هذا كاينتوبلاست. طبعا هاي حاجه اللي كان نلقاها بالمان بالرجل، راح نلقاها اذا نفحص البيشنت راح نلقاها الاماستيغوت، او تكون انتراسيلولار بالمناسبه. عندك البروماستيغوت اللي هي تكون بالانسكت بالحشره. عدها الفرقه عنديش انه ما عندك هنا النوكليوس، شوفها شويه اخف من النوكليوس الموجود بالاماستيغوت، وكذلك الكاينتوبلاست موجود بالاند، واحده من الاندز، واحده من البولز مال هذا، هي هذا الهيموفلاجيليت. وعندك الفلاجيلا، هذا فرقه عن الاماستيغوت. اوكي، هاي نلقاها بس بالليشمانيا. طبعا البروماستيغوت نلقاها مو ما نلقاها داخل الخليه، ممكن نلقاها بالبلاد او بالانسكتس، يعني بالذات الانسكتس. اوكي، عندك التريبنوسوما، عندك الابيماستيغوت والتريبوماستيغوت. الابيماستيغوت هي نفس التريبوماستيغوت، بس اذا تلاحظ انه الانجليتنج ميمبرين، هذا الانجليتنج ميمبرين يعني الغشاء المتموج، يكون ما تقصير، والكايتوبلاست يكون يعني نير ذا نيوكليوس. هاي صفة مهمة وتخلية. طبعا اكو فلاجيلا بالاثنيناتهم يعني. تريبنوماستيغوت لا، الكاينتوبلاست تلقاها يعني باحدى الاطراف، وهي انجيتنج ميمبرين. تمام، بهالبساطة نقدر نشرح لك اياها. طبعا التريبنوماستيغوت هي بالموجودة بالمان او بالبيشنت، بينما الابيماستيغوت هي موجودة بالحشرة. نحن ليشمانياسيس اعتقد تنقرا هاي الكلمة، هاي تسويها الليشمانيا. طبعا احنا يعني قلنا هي لايف سايكل مالتها. طبعا بالمناسبه انا نسيت اذكر لك هالسالفه، انه هي ما بيها تروف وما بيها سيست. هاي سالفه يعني مهمه، يعني بس هذين الكائنات يعني بحد ذاتها شرحت لك اياها. انت عندك اللايف سايكل مالتها هي اندايركت وكمبليتد ان تو هوست، يعني مو قبل من مكان من فد يعني ناقل معين الى يعني الانسان، لا قبل يعني لديها ناقل. مثلا عندك الفيرتبري، يعني اللي هي الهيومن، الدوغ، الرودنت يعني القوارض اللي هي الفئران وما فئران، هي الفاينل هوست مالتها. ان انفيرتبريت اللي هي الفيكتور اللي هي كانت تبع يعني مثلا ساند فلاي اللي بالليشمانيا، ساند فلاي الفينال مالتها عباره عن حشره فقط. طبعا هي ايضا قلنا هي اماستيغوت وبروماستيغوت بس الليشمانيا. الاماستيغوت نلقاها بالهيومن، والبروماستيغوت نلقاها بالفيكتور بالساند فلاي. السنه طلع هاي جينس ما ادري يسموها، هاي تعرفها. عندك البروماستيغوت هو الانفكتيف ستيج قلنا هاي. طبعا هي المالتيبليكيشن مالتها الباراسايت، يعني تكاثر الباراسايت اي سكشوال، يعني باي باينري فيشن. اوكي، ها بالمناسبه هي الباراسايت بي شغله مهمه كلش، انه هو يروح للريتيكولو اندوثيليال سيلز اوف سكين والميوكس ميمبرين والفيسيرا بالمان. هاي بعدين راح نعالج عليها بالباثوجينيسيس. ثلاث انواع من الليشمانيا: فيسرال ليشمانيا، كوتينيس ليشمانيا، وميوكوكوتينيس ليشمانيا. الكوتينيس والفيسرال هن يعني اندمك بالعراق. طبعا نحن نقسمهن الى ليشمانيا دينوفاني، يعني او ديوفاني اذا تريد تقراها باللاتن. هي انفولفز الليفر، السبلين، وبون مارو. تكون فيسرال، تسوي فيسرال ليشمانيا، ليشمانياسيس. وعندك التروبيكال كومبلكس، ليشمانيا تروبيكال كومبلكس اللي هي كوتينيس ليشمانياسيس، تشمل ابيثيال سيلز مال سكن بالذات، هي بعد اسمها كوتينيس.
وكمال برازيلينياسس اي ثينك هاي بس بالبرازيل ما عندنا هاي يعني يصير ميوكوكوتينيوس سيمبتومز تصيب الاورال كافيتي تصيب الثروت تصيب النيزل كافيتي تصيب يعني الميوكس ممبرينز مالتن ويسوي في يعني ديسفيجريشن للوجه هو هاي خلصت الثالثه بس بقت هاي النوعين هسه حنشعك اياها يقول لك موزع على افريقيا واسيا واوروبا ونورث امريكا وساوث امريكا يعني هاي يعني المعتاد نقول طبعا اهم شيء تتذكر انها تنقل باي ساند فلايز اوكي هاي مهمه كلش السالفه قارنا بين البروماستيغوت والاماستيغوت قلنا الاماستيغوت نلقاها بالبيشنت وتكون ما بيها فلاجلا اذا نان موتايل وتكون انترا سيلولار تلقاها داخل الخليه بالذات من البروماستيغوت تلقاها بالميدجات مال الانسكت اللي هي الساند فلاي عندها فلاجلا ذس هي موتايل عندها وهي يعني تلقاها بالانسكت اكيد طبعا ينشأ الانفكشن هو يعني حالة انفلاميشن يسوي انفلاميشن حالة اي شيء يعني ثاني بس هي يعني شوف بقى هاي مو الباراسايت يروح لل يعني مو يصير عندك انجكشن يعني من الساند فلاي للهيومن راح تروح الباراسايت للبلد عن طريق البلاد تروح تصادف لفت فاجوسايت معينه الباراسايت راح يصادف لفت فاجوسيتيك سيل يعني مثلا ماكروفيج على سبيل المثال موست كومنلي ماكروفيج فشنو طب الماكروفيج وتعيش بيها راح تحفزك السيل اميونيتي سيل ميديتد اميونيتي اللي هي وصلت تي هالبر 1 سيل فتسوي لك الاعراض الديزيز وهسه على شكل الباثوجينيسيس طبعا هي اذا انت اصلا مصاب بالليشمانيا يعني بريفيسلي ما راح يصير عندك اعراض ما راح يصير عندك اعراض اصلا يعني اوكي طبعا هاي سو هاي بروماستيغوت هاي تنقاها بالساند فلاي هاي ساند فلاي وشوف اذا هاي ظهرها هذا بيها بلاد يعني لايك يعني باج اوف بلاد يعني ما اعرف شو يسموها بالعلم العشرات واماستيغوت اللي هي هاي هسه هاي ماكروفيج وعندك هذني كل هنا النقاط هذني اماستيغوت يسموها ال دي بادي اللايف سايكل قلت لك اللايف سايكل هي يعني الساند فلاي يعني تكس ا بلاد ميل بالاثناء ما تسوي بلاد ميل هي تدخل البروماستيغوت تروح للماكروفيج طبعا هي تفتر بالبلاد انت تلقى ماكروفيج ممكن تلقى اصلا بالسبلين يعني السبلين بخلايا يعني فيكس اصلا يعني من نقاحها يعني مكانها هناك ثابت فالمهم يعني تروح للماكروفيج تتحول من البروماستيغوت تتحول الى اماستيغوت انسايد الماكروفيج وبالتالي هي مولتيبلاي ولما تصير عددها كل شوية هي تنفجر الماكروفيج وتتحرر يعني اماستيغوت وايضا بعدين ترجع بروماستيغوت لما تتحرر وتاخذها هاي الحشره وتنعاد في الدوره اوكي بس يعني الاماستيغوت بالميدجات يعني حيتحول الى بروماستيغوت داخل الحشره اوكي ومن هناك يتضاعف بروماستيغوت هاي حكيناها كذلك هاي المورفولوجي مالتك يعني قلت لك انه هي ما بي يعني ما بيها فلاجله وشو النوكليوس مالتها وهاي ذكرت لك اياها قبل ناخذ الكوتينيوس ليشمانيا عندك بالاولد وورد يعني كوتينيوس ليشمانيا واكو نيو وورد ليشمانيا النيو وورد هاي يعني يشمل نورث امريكا وساوث امريكا هاي ما عندنا اصلا وعندك الاولد وورد اهم شيء عندك تروبيكا ليشمانيا تروبيكا او ماينر يسموها والليشمانيا ميجر او وات يعني هسه حقول لك شنو الفرق بيناتهم الميجر تسوي زونيتك كوتينيوس يعني ليشمانياسيس وات ليجنز وذ سيفير رياكشن اوكي بينما عندك التروبيكا لا تسوي انثروبونوتيك كوتينيوس ليشمانيا دراي ليجنز هسه حقول لك شنو الفرق بيناتهم يعني مو فد شيء هاي بس يعني حبيت اقراها دائما شوف اهم شيء تعرف شنو الفرق بين التروبيكا وبين الميجر التروبيكا او تي تحفظها ماينا يعني اذا يعجبك تكون كرونيك ديزيز وهذا ديزيز يستمر يعني لسنين طويله والانكوبيشن مالته حتى يظهر ممكن شهرين ممكن 3 سنين حتى يعني انتبه الفتره طويله هنا بالموضوع طبعا هي اسمها تروبيكا تروبيكا يعني او تروبيكال اذا اريد نقولها بالانجليزي هي معناه يعني استوائي تعرف مناخ استوائي حار وهاي فهي تسويك دراي ريجنز هاي دراي ريجنز اون ذا سكن ذات اولسريت اونلي افتر سيفرال مانثس يعني ورا بعد يعني بعد بضعه اشهر راح تصير هاي الليجنز عباره عن ulcer اوكي طبعا هي هاي ليجنز تكون وحده اغلب شيء بالوجه اللي هي ذا موست كومن يعني واي ثينك هم يسموها حبه بغداد اي جس كان بكتاب الثالث متوسط بالاحياء بس يعني حسب ذاكرتي هاي بعد
طبعا هاي كلش شائعة بالأوربن أريز، يعني موجودة بس بالسيتيز. That's important تتذكر هاي السالفة. واو هسه يعني هذا اللي أخذناه عن تروبيكا. إنك الميجر هي أكيوت، تعكس الصفات أكيوت. إذا أكيوت تطلع لك الدوريشن مالتها على ما تطلع أسبوعين، طبعا الانكيبيشن بيريد مالتها. ما تصير على الفيس، تصير على اللور ليمب. تكون هي ميجر تكون مويست و tend to ulcerate very early، عكس ديتش. ديتش تأخر كانت يعني several months، وممكن تكون مو سنجل، تكون أكثر من وحدة، ممكن تكون secondary أو satellite يعني. وفاوند بالرورالز اريا، يعني تلقاها بالقرى بالأرياف. أوكي طبعا هاي النوع الثالث، هاي أثيوبيكا، هاي موجودة بس بأثيوبيا، هاي ما عندنا هنا بالعراق. بس أنت أهم شي تعرف الفرق بين التروبيكا وبين الميجر. التروبيكا تطول وتكون دراي ريجنز من اسمها تروبيكا، وتكون تطول بكل شيء، تطول يعني تطلع على سيفرال مانس، تطول مدة كلش طويلة، تكون كرونيك، موجودة بالمدن وتلقاها على يعني تلقاها على الفيس، يعني على الوجه مو على الفيس. عفوا. وعندك الميجر لا، هي اكيوت، تكون اكيوت ومدتها اسبوعين يعني الانكوبيشن بيريد مالتها، وعلى اللور ليم وفيري ايرلي. هاي كلش مهمة تتذكرها. طبعا اكو فد الالسر ممكن وياها اعراض ثانيه، مثلا ديسفيجريشن، هاي متوقعه كلش. ممكن سكندري انفكشن، وبالمناسبه السكندري انفكشن هو الكوز اوف ديث هل يعني هل هالامراض. بس ستيل الدراي ريجنز والمويست هي اللي هي سبونتينيوسلي يعني نيفر ذا ليس، بس هي تبقى ديسفيجرينج يعني للواحد. شوف هسه هاي، هاي شوف هاي دايسور سموها. طبعا هو حتى لو ياخذ انتي بايوتكس ما يفيد العلاج، وطبعا هو هيل باي سكارينج بالمناسبه. عندك يسموها بغداد بويل بالمناسبه، هذا اسم ثاني. بينما عندك هاي الويت سور بقى، يعني تشوف بيها مثل يعني ووتر بالموضوع. ليش؟ لان هذا عباره عن اكسوديت، عباره عن سيرس اكسوديت بالموضوع، يعني اكسوديت هنا صاير ومتجمعه. طبعا هي بالمناسبه شكلها فولكين لايك، خلي المح على الموضوع، شكلها عبارك عن فولكينو، يعني شلون البركان اللي تلاحظ هيك صاعده، خلي اغير صاعده بشوف شلون صاعده اطرافها يعني، وبالنص اكو مثل السنتر يعني هيك مسائل متجمع هنا، هذا اكسوديت يصير. فهي فولكينو لايك، فولكينو لايك، وتكون ريست ايدجز. هاي كلش مهمة تذكرها. يعني احنا حكينا انه تروح للماكروفاج، هاي بالباثوجينيسيس. احنا حكينا البرو ماستيغوت تروح للماكروفاج وتصير اماستيغوت، وتتكاثر الاماستيغوت بالداخل الماكروفاج، وبالتالي يسوي عندك يعني سيل ميدييتد اميونيتي. فبالتالي يصير عندك يعني بالتالي يصير عندك شنو يعني، هو والله اذا ماكروفاج يعني صار بيها يعني اميونيتي، يعني فعالة الاميونيتي مال ماكروفيج. مو اذكرك ان الاميونيتي مال ماكروفيج ممكن يسوي عندك جرانيلوما، ممكن يسوي عندك او مو جرانيلوما، انا اصح تعبيره انه هو جرانيماتس رياكشن، يسوي عندك جرانيماتس رياكشن، يسوي عندك نوديول اللي هي هاي، هاي بسبب الماكروفيج، بسبب الاميونيتي مالته، بسبب المواد اللي تفرزها، بسبب انه الكيمو تاكسنز اللي تجذب الخلايا الاخرى المناعيه للمكان اللي هذا السايت مال انفكشن، يصير عندك هالظاهره. عفوا. طبعا السورس كان بي بينلس اذا ماكو انفكشن، وكان بي بينفول اذا اكو سكندري انفكشن، ممكن هي اولسو صايره ولكفت لها فد بكتيريا، فد يعني فيروس، فد فانجس، يعني يو نو ايفري ثينج كود هابن يعني بالموضوع. طبعا هي اللي اصلا قلنا هي تتعالج من حتى باي سكارينج. طبعا بما انه هي كوتينيوس اكيد دايجنوز ما تكفي انه تاخذ بايوبسي، اكيد هاي ببساطه كلش سكريبنج اسبريت وبان او بانش بايوبسي كلش مهمه للسمير والكلتشر. اذا سالك عن السمير اسمه جيمسا ستين سمير، يعني نسوي بالجيمسا ستين. الكلتشر هي ان 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 اعتقد نوفي ماكنيل نيكول ميديوم يسمونه، هذا تقف به البروماستيغوت. دقيقه بالبروماستيغوت، بينما الستين شوف بأماستيغوت. اكو فشي اسمه سكين تيست، ليشمانين سكين تيست، ليشمانين سكين تيست. هذا شنو عباره، شلون تتذكر مال تي في اذا قارئ تي في او تتذكرها؟ اكو فشي اسمه مونتو او مونتوكس اذا يعني تقرا الاكس، مونتوكس تيست، هذا اللي يختبر اذا انت عندك باس انفكشن لو لا بالتي في. نفس الفكره هنا، تخلي هو يعني يعني تخلي فد شيء، تخلي انت يعني اتذكر عشان تخلي انتجن وتشوف
يصير رياكشن لو لا، يعني بالسكن مال بيشنت. اذا صار عندك رياكشن معناه عندك باس انفكشن. باس انفكشن هو ذكر ما حكاها بس يعني حبيت اوضحها بالموضوع. البي سي ار ممكن نستعمل الريسيرشز يعني مو كلش دايجنوستيك، اهم شيء انت عندك تشو سامبلينج يعني. بي سي ار يعني مو قلت لك مو ذاك الاستعمال بس هو يعني مفيد كلش يعني، بعد احسن شيء هو البي سي ار بعد. طبعا شلون تاخذ ال يسمونه شلون تاخذ الاسبريشن او شلون تاخذ التيشو سامبل؟ لازم تاخذه يعني فروم بينيث ذا ألسا بيد، يعني من البيس مال الألسا، وسبيشلي اتس اكتف بوردرز، يعني تاخذ من الحواف مالتها، من الحواف مال الألسا. عرف الموضوع. ممكن اسوي انيمال انكليشن، ازرع يعني هاي السيرم يعني السيرم واخليها بالانيمال. قلت لك مونتينيغرو تيست او ليش مانينت سكين تيست قلت لك اياها استوي. السيرولوجي ما يفيدنا كلش هنا، كلش ما يفيدنا لانه ما يوصل للبلاد وياي، ما يوصل للبلاد يعني الباراسايت. بس هاي الحاله حنشوف بالعكس بالفيسترول ليشمانيا، خليها ببالك. اوكي بما انه هو كوتينيس اذا الدايجوز ما تكون كوتينيس، هاي احفظها قاعده. هسه انا عندك تريتد مالته كل السهل سيلف ليميتنج يعني سيلف هيلينج ليجنز، كان سابقا يعتمد هسه لا. بس اذا يعني التريتمنت مالته هو بنتوستام، اذا اكو سكندري بكتيريال انفكشن لازم تعالجه، تعطي انتي بايوتكس. اكو طبعا تكون ديسفيجرنج فتسوي اكيد سيرجري، تسوي كرايو سيرجري بالتجميد او تسوي اكسجينال سيرجري. طبعا هاي من كوتينيس شمينيا قلت لك اياها مال البرازيل يعني نفذلس. كالازار اللي هو اي كي اي فيزرال لشمينيا، يسمى كذلك الحمى السوداء، ممكن دمدم فيبر يعني لا حق لك يسمونه ذني. بس كالازا هو معناها the black disease in I think Indian، بس أحد اللغات الهندية بس مو الهندية اللي نعرفها هسه. مهم هذا أكثر شيء يصير بالأطفال يعني عندنا هنا بالعراق. تقول لك الطفل يجي أقل من 5 سنين عنده يعني abdominal distension، عنده weight loss، عنده fever sparking fever تروح وتجي، هاي يسموها دمدم fever. دمدم fever معناها أنه يمشي هيج يصعد الحرارة، تنزل تصعد تنزل تصعد تنزل، you know. عنده enlarged يعني صار عنده hepatosplenomegaly بالمناسبة، وأعراضه تشبه اللوكيميا، فتخليه differential diagnosis من اللوكيميا. إذا هو 5 سنين أقل من 5 سنين عنده أعراض مثل اللوكيميا. طبعا فيه مات no response to antibiotics، هاي كلش مهمة السالفة يعني هاي. طبعا الغزفوار مالتك هو شنو؟ الدوغز and jackals. جاكل ابن عوى ما اعرف من هو شنو بناوه، بس هو بناوه. عندك كذلك تنقل الساند فلاي، قلت لك الليشمانيا كلها تنقلها الساند فلاي كلها. طبعا هي ذا مود اوف ترانسميشن الانسكت بايت، هاي بس عندنا، البقيه ممكن تلقى يعني باي دراج يوزرز، يعني بلود ترانسفيوجن، نيدل شيرنج، تلقى الامور عند يعني غير بلدان. الكلينيكال فيتشرز كلش مهمه. الفيبر ما قلت لك سبايكينج ومور ذان 2 ويكس، ويت لوس، عندك انلارجد سبلين، ليفر وليمف الليمف جلاندز او ليف نودز، سبلين يكون بيجر ذان الليفر حتى هنا. ممكن عندك انيميا وبان سايتوبينيا، يعني بان سايتوبينيا معناها شو؟ لو وايت بي سي ولو بليتلت كاونت. اوكي كذلك بما انه هو عنده لو وايت بي سي ولو بليتلت معناها ممكن يصير عنده انفكشن واللي هو سبب الموت هنا. ها صح، انا ذكرت بالكوتينيس ليشمانيا انه سبب الموت هو الانفكشن، لا سوري انا قصدي هنا بالفيسرال ليشمانيا دست يعني اي مست اب مديش ذاك الشرح. اوكي اي فهو الكف دايريا ابيستاكسس اللي هو الرعاف هذا اعتقد كان اي الرعاف كان هذا اي فهو سبب الموت يصير يعني سبب انه death occurs usually to secondary infections such as dysentery, pneumonia, tuberculosis. إيه بسبب الإميونيتي قلت لك الوايت بي سي قليلة. ها ليش يسمونه بلاك فيبر؟ ليش يسمونه بلاك فيبر؟ واللي هو كلش مهم تذكره للتسبب التسمية، إنه هو يسوي ميلانوسايت ستيميليشن، وميلانوسايت تفرز ميلانين معناها شنو؟ تزيد عندك نسبة الميلانين، بالتالي عندك هايبر بيجمنتيشن، يعني يتحول من أبيض from white to black، يتحول السكين كالر مالته. اي وحتى لو عنده ريكفري صار عنده ريكفري فهو يصير ب بوست كالازار دمال ليشمانياسيس سوري، اللي هو شنو؟ عباره عن ماكيوز وباتشز وبابيولز تصير هنا. هذا اي
نانا الصير، شايف هسه الصورة هاي الصير ورا 10 يعني ورا سنتين إلى 10 سنين من الكيور مال أصلا مال فيسترال ليشمانيا، يعني طبعا سبب هايبر سنسيتيفيتي رياكشن. يعني الدياجنوس مالته شوف، أنا قلت لك بالكوتينيس أمشي على الكوتينيس دياجنوسيس، يعني أروح أسوي تشو سكريبينج، تشو سامبل، أسبريت، بانش، بايوبسي، أسوي هالأمور. هنا أنا ما حد فينا هالأمور، ما راحت فينا. أهم شيء السيرولوجي اللي مؤشر بالأحمر واللي يعني محوطة باللون الأزرق. السيرولوجي اسمه ألايزا إميون فلوريسنس أنتيبادي، أنتيبادي أنتيجين يعني تيست. أكو فشي اسمه RK339 رابيد إميون كروماتوغرافي أو كروماتوغرافيك تيست. أي هاي أهم شيء السيرولوجي، أهم 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 شيء. يعني عندك ممكن أيضا اسوي تحاليل سي بي اس، يعني ممكن اشوف انيميا، لوكوبينيا، البيومين، ممكن اسوي تحاليل بروتينات اشوف الالبيومين عالي، واشوف جاما جلوبيولين كلش عاليه، بس هاي مو سبيسيفيك كلش يعني، بس السيرولوجي اضبط شيء. والسكن ما يفيدنا ابد، ما يفيدنا السكن تيست ايش معنى ما يفيدنا ابد، يطلع نيجاتيف في حاله الانفكشن طبعا. ها منين قلت لك اكو حاله اسمها هاي بوست كالا ازا ديرمال ليشمانياسيس، لا هنا حيساعد عندك نان سكن انفكشن، فاي هنا يطلع بوزيتيف بس بهالحاله. بس هو اذا يعني حرفيا ما صارت عندها الحاله، ما يعني افتر ريكفري ما حيطلع عندك، يطلع عندك نيجاتيف. اوكي اي السكن تيست ما نعتمد عليه، هاي من دي معناته ممكن كونكليشن، ممكن بي سي او، يعني حسب. نحقق العباب الاحمر، يقول لك انتي بادي ديتكشن كان بروف يوسفول ان فيسرال ليشمانياسيس بات از of limited value in cutaneous disease where most patients do not develop a significant antibody response. مثل ما تقرأ السيرولوجي هنا كلش مهم، لأن هو اكو antibody response بالvisceral leishmaniasis بين عكس الكوتينيوس. اي فالسكن ديزيز ما يفيدنا بالvisceral leishmaniasis، بس ممكن يطلع positive بس بحالة الريكفري. يعني قلت لك هاي ممكن هالحالة مال بوست كالازار يعني ديرمال انفكشن ليشمانياسيس السالفه يعني بوزيتيف. هاي راح يقول لك هاي هسه هذا اميونو فلور، يعني اميونو فلوريسنس يعني شو تسوي، هو عباره تخلي سيرم وتشوف يعني سيرم مال البيشنت، تخلي يعني تجيب عندك انتي بادي وبهذا فلوريسنس، يعني اذا الانتي بادي تفاعل ويا انتيجين مال سموها هاي مال ليشمانيا راح يصير انت عندك يعني فلور، يصير هل شكل هالخضار يعني، يعني هذا فلوريسنس. بعد إلايزا تعرف انت إلايزا بعد يعني اكيد يعني واي مشروع عليك، هو يعني يعني اكو دايركت اكو اندايركت. وعندك هذا الطريقة اللي هي شلون يعني الار كي 39 هو اميون كروماتوغرافيك، يعني شلون تشوف انه الشيك انه اكو يعني انتيبادي يعني انت الانتيجين مال يسمونه مال ليشمانياسيس فيسترال ليشمانياسيس ويطلع لك بوزيتيف. عندك يعني فد مؤشر كنترول، اذا طلع اذا ما طلع على الخط معناه نيجاتيف، اذا طلع على الخط معناه بوزيتيف. هذا هو شوفه نفس الشيء هنا. شوف اكو كذلك ديفينيتيف دايجنوسيس، يعني مثلا شوف مو قلت لك هي الديفينيتيف دايجنوسيس مال ليشمانياسيس فيسترال ليشمانياسيس هو اللوكيميا، فانت اذا شكيت ممكن تسوي بون مارو اسبيريت، فهي تكون ديفينيتيف يعني تحدد لك هذا لو لوكيميا لو يعني يسمونها ديجي ثانيه ليشمانياسيس بس ليشمانياسيس. بس قلت لك يعني هو يعني هم ما يستعمل والكاتشر ما يستعمله كذلك اصلا يعني، ويكون هذا اقل سنسيتيفيتي. بس قلت لك اذا اريد اتاكد هاي يعطيك ديفينيتيف دايجنوسيس، بس انت كلش قلت لك كلش كافي السيرولوجي، بس انت اذا يعني عشان ليطمئن قلبي يعني بالموضوع. فا يب ذاتس بريتي ماتش ات، التريتمنت نفس التريتمنت عينا وتعالج الكومبليكيشنز مالتها وياها تجي. هسه تريبنوسوما، التريبنوسوما هي كلش نادره يعني تلقاها بافريقيا وتلقاها بامريكا، ولا يعني نوعين هي افريكان وامريكان. الافريكان راح اشرح لك اللايف سايكل مالتها. شوف تسوي حشره اسمها تسه، يعني اي ثينك لفظها صحيح تسه، تسوي تاخذ ايضا تاخذ بلاد من عندك وهي في اثناء ما تاخذ البلط انجكتس الميتاسايكليك تريبروماستيغوتس. نتذكر تريبروماستيس يعني بيها تريبروماستيغوتس وابيماستيغوت، التريبروماستيغوت تلقاها بس بالبلط. اي فميتاسايكليك تريبروماستيغوت ترانسفورم انتو تريبروماستيغوت، واللي هي تصير مولتيبليكيشن وتبقى بالبلط بالمسافه، تبقى بالبلط ما تدخل الخلايا، عكس الليشمانياسيس. عشان الليشمانياسيس يعني هو
البروماستيكوت يروح بعدين يدور له على الماكروفيج، ولما يطب الماكروفيج يتحول الى اماستيكوت وناكل مالتيبليكيشن. لا انا كلها بالبلاد يصير العمليه، كلها بالبلاد، وده احكي بس على افريكان، ركزني هنا. كذا نفس الدوره، حتى العاهم داخل الحشره تسيس فلاي تاخذ البلاد، تاخذ وياها التيبروماستيكوت اللي هو حيكون بشكل برو سايكليك، راح يتحول الى ميتا سايكليك بال يعني بال سوري يعني يتحول الى يعني ابي ماستيكوت لما يعوف الميدغات، لانه يعني حيكون بالميدغات مال الحشره، لما يعوف الميدغات حيتحول الى ابي ماستيكوت. اي بعدين مولتيبلاي هو بالسليفري جلاندز، وعبناك يتحول الى ميتا سايكليك، ميتا سايكليك تريبوماستيكوت. اوكي هلا صدق قلت لك. هسه هي طبعا التريبوسوما هو سليبنج سيكنس يسمونه، اكو افريكان واكو امريكان، يعني هاي تقدر تقراها يعني. عندك الباثولوجي مالته كلش مهم، هو ليش يسمونه سليمينج سيكنس بالمناسبه؟ هو شلون يبدي؟ يبدي ك تشانكا، هاي تشانكا يعني شلون تقرح، يعني شلون السر في شيء من هذا القبيل. يصير بعدين يتحول الى هيماتو ليمفاتيك ستيج، اللي هي شلون تشمل ليمفادينوباثي انيميا، وتشمل جنرالايز يعني اورجان انفولفمنت. وبعدين يتحول الى سي ان اس ستيج، اللي هي مننجيو انسيفالايتس، اللي هو من عنده ما يدخل كوما وذاتس مات، ما تلحق بعد. فهي هاي طبعا هو دايجنوز مات لو بلاد لو سي اس اف افريكان يعني بالمناسبه. يعني السيرولوجي كذلك ما يفيدنا كل الزين، كلش ما يفيدنا اصلا، كلش ما يفيدنا. ليش؟ التريبنوسوما عندها انتيجينيك فاريشن، فبالتالي تغير انتيجين كل اسبوعين ثلاثه، فابدا ابدا لا تعتمد على السيرولوجي، اهم شيء عندك البلاد. اوكي الامريكان شنو فرق عن ذيك؟ شوف الامريكان هنا أنا. طبعا الفرق الباج ما تسمى تراي اتومين باج هل تعطي متاسايكليك تريبوماستيكوتس الفيسز مالتها؟ شنو هي؟ شو تسوي؟ مو تاكل؟ تاكل بالبلاد، تاخذ البلاد من عندك، هي تسوي ديفيكيشن نفس الحاله، وبالديفيكيشن هي تطلع المتا متاسايكليك تريبوماستيكوتس. طبعا فالمتاسايكليك تريبوماستيكوت حيتحول الى اماستيكوتس انسايد السيل، يروح للسيل ويتحول الاماستيكوتس، بعكس ديش الافريكان. الافريكان شنو؟ هو يبقى يعني يبقى يسمونه تريبوماستيكوت، يبقى الميتاسايكليك يتحول الى تريبوماستيكوت ويبقى بداخل البلاد، يتكاثر داخل البلاد. هنا بالعكس لا، الميتاسايكليك تريبوماستيكوت يتحول الى اماستيكوت لما يروح للخليه، وطبعا هناك بالخليه يتضاعف، لما يضاعف كل شوي حيفجر الخليه، يطلع لك تريبوماستيكوت. ممكن هذا تريبوماستيكوت لو تاخذ الحشره مره اخرى تراي اتومين باج تاخذه مره اخرى، لو هو يروح يسوي انفكشن للخلايا الاخرى يعني. بس المهم لما تاخذ البق راح يتحول الى ابي ماستيكوت بالميدغات، ايضا بالميدغات وبالهايند جات يتحول الى متا سيكليك تريبو ماستيكوت. لا هناك شنو شان هناك بالافريكا؟ بالافريكا يتحول بالسليفر جلاند، يتحول الى متا سيكليك تراي تريبو ماستيكوت. اوكي يعني هاي فروقات البسيطه يعني تلاحظ الافريكان بالبلاد، وهنا الامريكان لا يكون يعني كان خليه. اوكي طبعا قلنا شنو على الباقي تسوي، هي تسوي تشاغوما او اي ثينك هي تشاغوما يعني اي ثينك تشاغاس ديزيز هو سحوله. هو شنو عندك يعني هاردنس على السكن، يصير هارد بالسكن بمكان العضه. بعدين هو حيأثر على الهارت، يصير عنده كارديو مايوباثي، يصير عنده ميجا كولون، ميجا اسفيجاس، وعندك اثر على السي ان اس بالنهايه. طبعا اكو ممكن يسوي علامه يسموها اوكيلا رومانا ساين، هاي يصير عندك يعني انتفاخ مكان يعني مكان العضله، يصير عندك انتفاخ وياثر على العين بحيث يغلقها. الدايوس مالته هو بالبلاد فيلم، اهم شيء بلاد، قلت لك مثل الحاله تسمى كله بلاد. السيرولوجي ابد ما يفيدنا نفس السبب، لانه قلت لك انتيجينيك فاريشن، فما يفيدنا ابدا السيرولوجي. اكو فد شيء خاص بالامريكان كلش مهم، انه اكو فد شيء اسمه زينو دايجنوسيس، which is interesting بالمناسبه، انه انت هذا يعني هذا البيشنت هو سسبكت انه عنده تريبنوسوما، فايش تسوي؟ تجيب البق تخليها تتغذى على البيشنت، مو تتغذى على البيشنت، تاخذ البق من عنده تشوفه ورا شهر، تشوف الانتستين مال الحشره نفسها ورا شهر اذا بيها الباراسايت لو لا. حلو؟ لان اذا بيها الباراسايت معناه هذا عنده يعني عنده الاكتيف ديزيز عنده، واذا لا فلا. بهالبساطه طبعا هي تكون سي شيد اندر مايكروسكوب،
الكروزي مثل ما تلاحظ شكلها مثل الهلال اصلا حتى. و انتهت يعني المحاضرة، اتمنى استفاديت والى اللقاء.